احنا المره اللي فاتت اتكلمنا فيها، المره اللي فاتت خدنا الجزئيه بتاعه الاتش تي ام ال، عرفنا البيزكس بتاعتها ماشيه ازاي، عرفنا البيجز انواعها ايه، الموضوع ده مهم جدا، فكره السيرفر سايد والكلاينت سايد والحاجات دي مهمه قوي قوي قوي، تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. مفيش حاجه اسمها البراوزر هينفذ في الجافا، مش حاجه اسمها كده، الجافا دي بتنفذ على السيرفر وبينفذ بيروح لايه؟ للبراوزر على ايه؟ اتش تي ام ال. طيب ولحد هنا احنا واقفين. طيب وخدنا برضه سؤالين مهمين جدا، اللي هو ايه الفرق بين الويب سايت والويب بيج والويب ابلكيشن، وخدنا برضه ايه الفرق بين الويب ديزاينر والويب ديفلوبر، وخدنا اللي هو موضوع الاوبجكت اللي هو البروجرامينج الويب بروجرامينج، عرفنا فيه انواع الصفحات. احنا برضه النهارده عايزين نكمل في حاجه حلوه قوي اسمها ايه؟ برضه ويب بروجرامينج، بس الجزء الثاني، الجزء ايه؟ هو كلام يعني برضه هيبقى برضه في حته نظري شويه، لكن الكلام النظري ده هيفرق معاكم كتير في المره اللي جايه او في المرحله اللي جايه. طيب يعني ايه ويب بروجرامينج؟ احنا المره اللي فاتت عرفنا ان احنا عندنا حاجه بيقولوا عليها سيرفر، وهذا السيرفر بيبقى عليه صفحه اكس دوت اتش تي ام ال واي دوت اتش تي ام ال، وهنا عرفنا ان دي صفحات الساتيك عشان هي تحتوي على ايه؟ اتش تي ام ال بس. طيب وعرفنا ان احنا عندنا البراوزر، البراوزر ده مهمته اللي هو يعرض هذه الايه؟ الصفحات لليوزر، صح ولا لا؟ طيب العمليه دي بتتم ازاي؟ قال لك والله من خلال حاجه اسمها الريكوست، ان البراوزر بيبعت ريكوست للسيرفر، فالسيرفر بيرسبونس هذه البيانات، صح ولا لا؟ طيب اذا انا عندي علاقه بين طرفين، علاقه السيرفر ده اللي بيحتوي على الصفحات بتاعتي، وعند البراوزر ده اللي بيعرض الايه؟ الصفحات. طيب بيتم العمليه بينهم ازاي؟ من خلال حاجه اسمها ريكوست وحاجه اسمها ايه؟ انا لو جيت اتكلمت على البراوزر، اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، ممكن اقول مثلا اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن برنامج جاهز، ايوه، يشكل يعني هو اللي بيعمل الريكوست. هو اللي بيعمل ايه؟ الريكوست. طيب وايه كمان؟ قال لك برضه يستطيع البراوزر استقبال الريسبونس وعرض الناتج بتاع ال HTML، صح ولا لا؟ وطبعا المعلومه المهمه ان البراوزر لا يفقه سوى ال HTML. طيب تعالى بقى نتكلم عن الحاجه الثانيه، ايه؟ ما هو في اربع حاجات، في براوزر، في سيرفر، في ريكوست، في ريسبونس. عايزين نتكلم عن الاربعه دول. طيب تعالى نتكلم المره دي كمان عن الريكوست. معلومه مهمه قوي علشان ما نزعلش من بعض. ايه؟ قال لك ان الريكوست مش انت اللي بتعمله، صح ولا لا؟ يعني ما تشغلش دماغك. ايوه ما تشغلش دماغك، لكن انا اعرف، لازم اعرف عنه معلومات انا استفيد منها، صح ولا لا؟ بمعنى واحد يقول لي انا استفيد ايه بقى؟ ما هو انا يعني هو مين اللي بيعمله؟ البراوزر. يعني انا كمبرمج مش هعمل حاجه اسمها ريكوست؟ لا. لكن انا كمبرمج اقدر استفيد منه، صح ولا لا؟ تمام. طيب قال لك الريكوست عموما عشان يبقى ريكوست، او بمعنى اصح خلي البراوزر يخليه ريكوست، لازم يحتوي على ثلاث حاجات. لازم يحتوي على ثلاث حاجات. اول حاجه يا اخي، ايوه، اليو ار ال يونيفورم ريسورس لوكيتور، اللي هو مكان الصفحه اللي هو www.facebook.com، ده اللي هو بينه وبينك يعني الاي بي بتاع السيرفر زائد الصفحه او البيج اللي انت عايزها. انا ما ينفعش اركب التاكسي صراحه اقول له وديني البار، صح ولا لا؟ انا لازم اقول له عنوان بابا ايه، صح ولا لا؟ بالظبط. طيب ثاني حاجه قال لك لازم يحتوي على البارامتر ان وجدت. لو انت فاكر معايا وفكرت صفحة الفيرست لما جيت عملت لها ران شفت اف 6، لما جيت انا عملت لها ايه؟ ران،
لو انتوا فاكرين خدت المعلومات. ايوه خدت المعلومات، برافو عليك. ايه اللي حصل فيها؟ ها خدت المعلومات، حتى غلبوا عليها علامه استفهام وان صح ولا لا، هي دي البرامج صح. اهي نشوفها تاني مع بعض عشان انا عارف ان في ناس نايمه. اهي طبعا هو اول مره بيشغل السيرفر، السيرفر ده هنتكلم عنه النهارده. شايف اهو حط هنا شويه كلام وحط هنا مثلا شويه كلام. طيب وعم نعلم على اي حاجه يا عم هو وقام عليك كده. شايف ايه اللي حصل؟ نمح على صفحه تكمله، لا معنى انا نمح على صفحه ثانيه يعني بعت لها ريكوست، الفتحه الصفحه اتفتحت ايوه، وبعت البرامج ده اللي انا بتكلم عنه. ده اللي بتكلم عن طيب ايه الموبي ده؟ كمان لسه البرامج دي عامله كانش في برامج هياخدها برضه؟ لا ما هو ما فيش. طيب تاني حاجه ايه؟ نوع الريكوست او هو ريكوست انواع حاجه بيقول عليها الميثود، اللي هو يعني يقول لك طريقه ارسال الريكوست او بمعنى اصح انواع الريكوست. الريكوست في منه نوعين، النوع بيقولوا عليه جيت ونوع بيقولوا عليه بوست. نوع بيقولوا عليه جيت ونوع بيقولوا بوست. طبعا انت هتسالوني دلوقتي بيقول لي ايه؟ طب يا باشمهندس ايه الفرق؟ ده سؤال منطقي جدا. طيب قبل ايه الفرق؟ لازم اقول لك الاول ازاي اتحكم في نوع الايه؟ الريكوست، يعني ازاي اخليه جيت او اخليه الله ينور عليه. تعالوا كده، مش انت هنا عندك الزرار سبميت؟ ازاي الزرار سبميت؟ طيب اهو بيبعت لصفحه اسمها سكن. طيب ريكوست، الريكوست النوع الديفولت، يعني انت لو قلت له، لان لو انت ما قلتلوش لا جيت ولا بوست، الديفولت اللي هو يبقى جيت، الديفولت اللي هو يبقى ايه؟ بتبقى عامله ازاي بقى؟ اقول له ميثود في الفورمز نوعها ايه؟ جيت او بوست. كده انت خليت الريكوست نوعين بوست. طب ايه الفرق؟ بص شفت الريكوست اهو، دخل هنا كده اي كلام اي حاجه هنا عندنا لغه على البراوزر تاني. بص ايه الفرق؟ خلينا اي كلام اي حاجه اهو. بص 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 ايه اللي حصل؟ فتح الصفحه الثانيه هيقول لي الله امال فين البرامتر؟ لا البرامتر راحت ولكن اختفت. او طبعا ما ينفعش مثلا عامل صاحب يوزر نيم وباسورد ولما يضغط على نيم يقوم البرامتر فيها ظاهره فوق، صح ولا كده فضايح؟ صح ولا يا شباب؟ دي بائسه؟ ايوه. البوست، البوست اقدر اقول ان هو مور سكيور. مور ايه؟ سكيور. اما الجيت لا، ما هو سكيور معايا. ثاني حاجه افرض البرامتر عددها كبير جدا، صح ولا لا؟ في بعض الاوبريتنج سيستم ايوه بيخلي لك عدد البرامتر قليل، يقول لك غير مسموح بعد الا مع عدد برامتر معين. معاك تبلع لمين؟ للبوست عن الجيت. طيب في فروقات ثانيه بين البوست والجيت؟ بس خلينا نكتفي بدول حاليا، خلي التانيين في وقتهم. طيب خد بالك بقى من حاجه مهمه جدا، ايه؟ البوست والجيت لهم شكل، يعني ريكوست او البراوزر لما بيجي يعمل يعني ريكوست بيبقى له شكل معين. زي ايه؟ الشكل قال لك الريكوست يتكون من هيدر وبادي. هيدر وايه؟ وبادي. الهيدر ده بيخزن فيه مثلا ايه؟
خد بالك مين اللي بعت الريكوست؟ البراوزر. فبيحط فيه حاجه مثلا اسمها الايجنت. يعني ايه الايجنت؟ العميل. فبيحط فيه نوع البراوزر موزيلا فايرفوكس كده. بيحط فيه مثلا اكسبت. يعني ايه اكسبت؟ يعني بيقول للسيرفر، يعني كانه بيقول للسيرفر ايه، انت عارف انت بتكلم مين، انا إيه؟ انا فايرفوكس. ماشي. اكسبت يعني انا بقبل حاجات معينه، بقبل اتش تي ام ال، بقبل اي بي بي 3، علشان السيرفر ما يبعتلوش حاجه هو مش فاهمها. وصلت الفكره؟ طيب البادي، البادي في حاله الجيت بيبقى فاضي، اما في حاله البوست فالبارامتر بتتحط في البادي. عشان كده انت ما شفتهاش، عشان كده انت ايه ما شفتهاش. اقول تاني، يبقى هو الريكوست متكون من هيدر وبادي. طيب هو بيحتوي على ايه؟ بعض البيانات الهامه عن البراوزر بيديها للسيرفر، زي ايه؟ نوعه، بقبل ايه، ما بقبلش ايه، اللانجوج، اللغه بتاعتي عربي انجليزي الماني اي حاجه. طيب البادي في حاله الجيت بيبقى فاضي، اما في حاله البوست بيتحط في الايه؟ البارامتر. وده يفسر لك ليه انت ما شفتش الحاجات دي في اليو ار ال فوق. وصل الفكره؟ حط بقى ان شاء الله تحط 20,000 بارامتر. حط. لكن مع الجيت لا، ده بيبقى في الاول في اليو ار ال. ما ممكن بعض البراوزرات ايوه تحط لك ايه؟ ليميت لعدد الايه؟ لعدد ال البارامترز. وصلت الفكره يا شباب؟ طيب كلام جميل. السؤال بقى في بيانات عن الريكوست، مين اللي بيعملها؟ اللي بيعملها اذكر هو البراوزر مش انا. عرفنا الفرق بينهم الجيت والبوست، وعرفنا ازاي بتتعمل. ماشي كده؟ طيب في كلام ثاني عن مين بقى؟ ثالث واحد النهارده. احنا اول حاجه البراوزر، ثاني حاجه الريكوست، ثالث حاجه الريسبونس. الريسبونس برضه مش انا اللي بعمله، امال منين اللي بيعمله؟ السيرفر. السيرفر يستجيب للبراوزر. السيرفر يستجيب للايه؟ للبراوزر. طيب السيرفر يا باشمهندس، السيرفر هل علشان يعمل الريسبونس لازم يحط فيه حاجات معينه؟ ايوه، لازم الريسبونس يحتوي على حاجات مهمه. اول حاجه لازم يحتوي على ال كونتنت تايب. يعني هو بيقول له انا باعت لك اتش تي ام ال، انا باعت لك ام بي 3، انا باعت لك جي بي جي. طيب يبقى كده نوع الحاجه اللي هو باعتها له. غير كده وكده كمان ايه؟ ما هو بعت له نوع الحاجه، طب ما هو الاولى اللي هو يبعت له الحاجه نفسها، فلازم يحط له الكونتنت. الحاجات دي حاجات أساسية لازم تبقى موجودة فين؟ في الريسبونس. معايا يا باشمهندس؟ طيب اسمع معايا كده. كنت كده الكونتنت تايب، وبعد كده الكونتنت المحتوى نفسه، وفي حاجة مش عارف تاخدوا بالكم منها ومنها ولا لا، حاجة بيقولوا عليها ستيتس كود. كود الحالة. كود الإيه؟ الحالة. أشهر مش عارف إيه، أشهر كود يعني في الشبوب اللي هو 404. روح كده افتح اي موقع، افتح موقع اوريكل. ماشي، بس انت عند الفاصل. ماشي، افتح اي موقع اوريكل وروح ايه، اكتب يو ار ال نادي على صفحه ما هياش موجوده، يبعت لك خطا 404، معناها ان الصفحه دي مش ايه؟ مش موجوده. طيب في حاجه ثانيه، رقم ثاني اسمه 200. 200 يعني ايه؟ الصفحه موجوده وكل حاجه ماشيه تمام اوكي. برضه الريسبونس يتكون من هيدر وبادي. برضه الهيدر بيحتوي على ايه؟ بص بيقول له ايه بقى؟ بيقول له السيرفر اباتشي. هو مش البراوزر قال له انت عارف انت بتتكلم مين؟ وهم هو رد عليه وقال له طب وانا فلان انا كمان. وصلت الفكره؟ قال له الكونتنت تايب، انا باعت لك اتش تي ام ال. معايا يا شباب؟ طيب ومش كده وبس، البادي بقى بيحتوي على ايه؟ البادي يحتوي على الكونتنت اتش تي ام ال بقى. يبقى الهيدر يحتوي مثلا على اسم السيرفر، يحتوي على الكونتنت تايب، يحتوي على الستيتس كود،
يقول له مثلا 200 يعني صفحه موجوده. اما البطيء في الريسبونس هو يحتوي على كود الاتش زي. طيب اي سؤال؟ اي سؤال؟ طيب تمام. تعالى بقى الحته الثانيه ايه؟ طب ما هو قادر ريكوست والبراوزر اللي بيعمله، وقادر ريسبونس السيرفر هو اللي بي ايه؟ اللي بيعمله. في حاجه رابعه اللي لازم نتكلم عنها اللي هي مين؟ السيرفر. اللي هي مين بقى؟ السيرفر. كلمة السيرفر يا باشمهندسين لو انا بقولها فانا ممكن تفهمها على انها هاردوير، جهاز هاردوير، او في ناس تفهمها على انها سوفت وير. هي بين وبينك بتفهم كده وبتفهم كده. طبعا انا ما اقصدش هاردوير، جهاز سيرفر هاردوير يعني جهاز امكانياته عاليه بمواصفات معينه كلام من ده، ودي مش شغلتنا. انا بتكلم على سوفت وير. بتكلم على مين؟ سوفت وير. انواع السيرفرات في السوفت وير كتير، زي مثلا داتا بيز سيرفر، زي اوريكل سيرفر ده. السيرفر ده او الجهاز ده او البرنامج ده لما انا اسطبه على الجهاز بتاعي، ايوه انا اقول له هات لي البيانات، يجيب لي البيانات، كل البيانات دي ادخلها ياخد البيانات ده، وهكذا. صح ولا لا؟ انا بقى بتكلم خصيصا عن حاجه بيقولوا عليها الويب سيرفر. وعلى جلها ويب سيرفر. الويب سيرفر هو عباره عن سوفت وير اهو، برنامج يعني برنامج اديله صفحات اكس و اتش تي ام ال واي و اتش تي ام ال اي حاجه. طيب يبقى انا يعني عامل مثلا زي ايه؟ انا بسطب مثلا يعني اوريكال داتا بيز ليه؟ ما هو علشان اوريكال سيرفر ليه؟ عشان اعمل فيها دوله احافظ عليها، نعمل سكيورتي عليها. انا مثلا بسطب الويل امب ليه؟ ما عشان اديله فايل ام بي 3 عشان يشغله. انا بقى برضه هسطب الويب سيرفر علشان اديله صفحات يحافظ عليه، ومش كده وبس. الله، اي حد يطلب هذه الصفحه يقوم هو بالتنام. اي حد يطلبها بريكوست يقوم الويب سيرفر عامل ريسبونس ويبعت له الصفحه بتاعته. وصلت الفكره؟ طيب هتقول لي زي ايه البرامج دي؟ قبل ما اقول لك زي ايه، انت في معلومه لازم تعرفها. ايه؟ الصفحه بتاعتك في يوم من الايام هتحتوي على كود جافا، وهتبقى امتدادها جي اس بي. صح ولا لا؟ الكلام ده قلناه المره اللي فاتت. كود الجافا ده لما يجي يتنفذ مين اللي هينفذه؟ السيرفر. صح ولا لا؟ الويب سيرفر ما بيعرفش ينفذ اكواد. خد بالك من كلامي كويس، لان ده كلام محرج ودي اسئله في الانترفيو. خد بالك، الويب سيرفر ما يعرفش ينفذ ايه؟ اكواد. الويب سيرفر بتاع اتش تي ام ال، قول له هات لي صفحه اتش تي ام ال ويقول لك اتفضل. بس الله، امال انا الوضع عندي هيبقى عامل ازاي؟ الوضع عندي ان انا هيبقى عندي كود جافا كله، فما ينفعش الويب سيرفر ينفذ كود الايه؟ يبقى اذا انا في حاجه الى شيء اعلى من الويب ايه؟ سيرفر. حاجه بيقولوا عليها الابلكيشن سيرفر. الابلكيشن سيرفر هو عباره عن برنامج مقسوم نصين. مقسوم ايه؟ نصين زي ما انتم شايفين كده. النص الاولاني اللي هيبقى قدام البراوزر، البراوزر اهو. النص الاولاني اللي هيبقى قدام البراوزر هو الويب سيرفر. يا نهار ابيض، يعني انت عايز تقول لي ان الويب سيرفر ده جزء من الابلكيشن سيرفر؟ ويبقى الجزء اللي وراني، هم قلنا حتتين، حته قدام البراوزر وحته ورا بقى. الحته اللي ورا دي بيقولوا عليها ايه؟ بيقولوا عليها كونتينر. اقول كمان، يبقى الابلكيشن سيرفر ده عباره عن برنامج، لما بنسطبه نزل حاجتين. نزل ويب سيرفر اوتوماتيك، ونزل حاجه بيقولوا عليها ايه؟ بالظبط. انا الصفحه بتاعتي محطوطه فين؟ في الكونتينر. الصفحه مثلا اكس دوت جي اس بي، اي انها تحتوي على كود جافا. يقوم البراوزر يبعت ريكوست مين؟ للويب سيرفر. يقوم الويب سيرفر يشوف ان دي صفحه جي اس بي، يعني فيها اكواد وكلام من ده ووجع قلب. يقوم رايح يمين للكونتينر يقول الحق يا كونتينر، دول عايزين مين؟ صفحه مين؟ الجي اس بي. يقوم الكونتينر يقول له خلي عندك انت بقى، مالكش انت دعوه. يقوم الكونتينر يروح على الصفحه ينفذ كود الجافا، ويجيب الناتج، ويجيب ال HTML اللي جوه الصفحه كمان، ويديها لمين؟
للويب ايه؟ للويب سيرفر. يوم الويب سيرفر بعتها لمين؟ للبراوزر. شفتوا الحلقه دي؟ نقول كمان يبقى الابلكيشن سيرفر دي حاجه اعلى من الويب سيرفر. لما بتنزل بتحتوي على حاجتين، الويب سيرفر ده في وش البراوزر، واليوم الجزء الثاني اللي هو الكونتينر. كونتينر هو من احد مسؤولياته اللي هو هيركز كل الجافا. يعني انت مثلا لو خدت كود جافا بيجمع رقمين، الكونتينر هو اللي هيجمع الرقمين ويودي الناتج لمين؟ للويب سيرفر. وصل؟ هيبقى ما بيوديش الناتج بس، هم بيودي صف ال HTML، يعني مش الجي اس بي جوه ال HTML، يقوم رايح واخد ال HTML بقى ويديه لمين؟ للويب سيرفر. يقوم الويب سيرفر مديه لمين؟ للبراوزر على انه ريسبونس. زي ايه بقى؟ يعني الويب سيرفر ده بيتباع بالكلمه، الابلكيشن سيرفر بيتباع بالكلمه، قال لك لا ما بيتباعش بالكلمه، ده سوفت وير. زي ايه؟ اقول لك زي حاجه بيقولوا عليها الجلاس فيش. فاكرين المره اللي فاتت واحنا بنعمل المشروع كان في واحد اسمه برضه اباتشي توم كات. احنا شغالين على مين؟ توم كات. في واحد برضه اسمه جي بوس. في واحد برضه اسمه ويب لوجيك. كلها برامج تؤدي نفس الغرض. اقول لي طبعا اكيد في فرق، اكيد في فرق، بس هقوله بعدين. بس اي برنامج مع دول يوفي الغرض معاه. اللي بينزل لو انت بتستطره في الاول خالص بينزل ومعاه الجلاس فيش والاباتشي توم كات. انا بقى مشروعي اهو وصل. لو انتوا ناسيين لما جيت اعمل مشروع جديد اهو، لما قلت له هنا اروح ابلكيشن وسميته ايوه، شوف قال لك ايه بقى، اختار بقى نوع الايه؟ السيرفر صح ولا لا؟ وصلت الفكره؟ نقول بينزل اوتوماتيك مع النت بينزل في الاول، وانت بتسطب النت بينزل بينزل معاه. وصلت الفكره يا شباب؟ طيب ده كلام كويس. طبعا في سؤال بقى، السؤال ده بيبقى سؤال مهم جدا، بيقول لك ايه؟ ما الفرق بين الويب سيرفر اند الابلكيشن سيرفر؟ اظن الاجابه على هذا السؤال بقت ايه؟ بقت واضحه. وصل الفكره؟ كلام جميل. انا اتكلمت دلوقتي عن اربع حاجات. اتكلمت عن البراوزر والريكوست والريسبونس والسيرفر. طيب السؤال، واحد يقول لي هو انا اللي هعمل البراوزر؟ هقول له لا. واحد يقول لي هو انا هعمل الريكوست؟ هقول له لا. واحد يقول لي هو انا اللي هعمل الريسبونس؟ هقول له لا. واحد يقول لي هو انا اللي هعمل الابلكيشن سيرفر؟ هقول له لا. يقوم واحد تاني بقى يقول لي ايوه، طب هو انا يا عم اعمل ايه يا عم؟ صح ولا لا؟ بص يا عم، انت مسؤوليتك تبرمج الصفحات. تبرمج الايه بقى؟ الصفحات. وتستغل الريكوست والايه؟ والريسبونس. تستغل الريكوست والايه؟ والريسبونس. سؤال علشان بس ايه؟ في لازم كده ملحوظات نقولها. بلاش ملحوظات، قواعد في الويب. والقواعد تحطوها حلقه في ودنك. ماشي؟ قبل ما اقول هذه القواعد برضه كان في سؤال قبل ما انساه. واحد يقول لي ايه؟ هو مين اللي قال، يعني مين اللي قال ان الريكوست يا اما جيت يا اما هوست؟ ومين اللي قال ان هو لازم يبقى هيدر وايه؟ وباظر؟ ومين اللي قال ان الريسبونس لازم يحتوي على الحاجات دي؟ وبرضه يبقى هيدر وايه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ عارفين مين؟ مين؟ ها؟ ها؟ حد يقدر يقول؟ لا. اقول انا، بص اللي قال هو ده اهو ال HTTP. ده بروتوكول، ده يفسر لك. مش انت لما بتكلم مثلا مع اي ويب سايت بتكتب HTTP بعد كده بتضيف له بعضه اثنين باك سلاش وتكتب اسم الموقع، انت كده كان البراوزر بيقول للويب سيرفر انا بتكلم معاك بالبروتوكول بتاع ال HTTP. بروتوكول ال HTTP هو اللي قال الكلام ده، هو اللي قال ان رقم 404 يعني كذا، رقم 200 يعني كذا، الريسبونس بالشكل ده، الريكوست يبقى بالشكل ده. ال HTTP يا باشمهندس هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، هايبر تكست ترانسفير بروتوكول.
حاجه مهمه جدا برضو مش مركزين برضو مش عارف سؤال ملوش لازمه خالص بس اخده مني واحد يقول لي هو ايه الفرق بين اتش تي ام ال وال اتش تي تي بي يا ابني ده البروتوكول ودي اللغه اللي بيفهمها البراوزر دي حاجه ودي حاجه طيب تعالى نرجع موضوعنا القواعد اللي بيفهمها القواعد اللي في الويب اول حاجه لو انا عايز اعرف بيانات عن البراوزر او عن الكلاينت استفيد من ايه؟ من الريكوست الريكوست يستخدم في ايوه الحصول على بيانات من البراوزر اللغه بتاعته الاي بي بتاعه اي حاجه طيب هنا هنعرف بعد كده طيب لو انا عايز ابعت لليوزر بتاعي اقول له ويلكم ماي كلاينت عايز ابعت له حاجه احطها له فين؟ اكيد هحطها له في الريسبونس ليه؟ لان الريسبونس هو اللي هيروح لمين؟ للبراوزر يبقى اذا لو انت عايز تبعت حاجه لليوزر ارسال بيانات الى اليوزر اكيد هحطها له فين؟ في الريسبونس اكيد مش في الريكوست معايا يا شباب؟ طيب حاجه كمان ايه؟ لو انا عامل في الابلكيشن بتاعي صفحه اسمها اكس اتش تي ام ال وواي اتش تي ام ال وزد اتش تي ام ال مين الصفحه اللي هتظهر لليوزر؟ قال لك الصفحه اللي هتظهر لليوزر هي الصفحه اللي هيروح لها ريكوست يا ابني لازم الصفحه يتبعت لها ريكوست عشان تظهر طب انت ما رحلهاش ريكوست والله من هنا للسنه الجايه مش هتظهر يبقى اقول كمان عايز بيانات على البراوزر استعمل الريكوست عايز تبعت حاجه لليوزر او البراوزر يعني ايوه استعمل الريسبونس عايز تعرض صفحه معينه لازم يروح لها ايه ريكوست طب ما رحلهاش ريكوست انسى اي سؤال اي سؤال طيب ده كان الجزء بتاع الويب بروجرامنج ده الجزء الثاني والمبادئ اللي انت لازم انت فاهمها خصوصا الملحوظات اللي احنا قلناها في الاخر. طيب لسه بقى ان شاء الله المره اللي جايه في الفيديو الثاني باذن الله هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن السيرفر والسيرفر دي عباره عن ايه؟ وازاي اقدر اتكلم مع البراوزر وازاي اعمل كود جافا والكلام ده. شكرا والسلام عليكم.